لكن أنا شاهد على أنه الأعداد المقدسة عندها تأثير روحاني على روح الإنسان، على نفس الإنسان، على معنى الإنسان. ما يحتاج تروح، لا أنت تقيد بذن. لهذا تسبيحة الزهراء 34 تكبيرة يقول: ما فتح إنسان محله، بقالته، تكانه، محله، شغله، عمله، أو رايح للعمل قائلا بالتكبير 34 إلا ودر عليه رزقه. جرب، ما بيها ضرر. احنا مو من باب التجربة نقول، بس ليش ما نسويها؟ ويا أسهل شيء، تزيد تدخل على مكان. ليش؟ لأنه عنده تأثير. تأثيرها شنو؟ روح شوفه تأثير. أنا ما في أقول لك شنو، أنت تكون معاه وتتأثر في هذا الباب. زين، الأربعين عندنا إحنا أن 40 محطة حط الرحال. في جماعة قالوا لا، 40 حادثة حدثت لآل أبي طالب، لآل رسول الله، لأهل البيت عليهم السلام. 40 حادثة حدثت في الطريق. في من يقول 40 تغيرت الموازين في هذه الأربعينية، بحيث أهل البيت لما أخذوهم إلى الشام كان المفروض أن يقتلوا واحدا تلو الآخر. مثلا لما ابتعدوا عن الأجساد، خادم عمر بن سعد، خادم عدة، شايل رايته وشايل روايته ويا بعض الأحيان وشايل المي ماله، هذا يقول تأخرت أنا لما مشى الجيش العصر يوم الـ11، أنا تأخرت. يقول لما تأخرت عند الأذان بحيث دخل علي الغروب المغرب وأنا في كربلاء، فجهزت حالي لأمشي، وإذا بالأذان أخذ يتصاعد في كربلاء من كل مكان، خاصة من كم مكان. يقول رجعت فأردت أن أرى من الذي يؤذن، حيث أنه أتى بالشهادات تماما. سيقول ما بكم تقولها بتبتلي. يقول من سمعت هيك سبحان الله، نحن قتلنا الحسين، فمن الذي كان ولم ينصر الحسين والآن بالأذان يؤذن ويستشهد بالشهادة الثالثة؟ يقول والله لقد رجعت وأنا على فرسي، تارة أنزل منها حتى أسمع، وتارة عليها حتى أصغي، وإذن بالصوت من الأجساد الطاهرات ومن الحسين بأعلاها. يقول جيت أركض. مو مشكلتنا، مشكلتنا عجيبة غريبة. يقول جيت عمر بن سعد قال لي وينك أنت بوي، ليش تعطلت؟ قلت له يا أمير بوي أنا شفت شيء عجيب غريب. قال ماذا رأيت؟ شوف الجواب. قال له رأيت كيت وكيت. قال لا يبعد عن أبي عبد الله، هذا صبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. يقول أنا رجعت له قلت أتعلم هذا وتقتل؟ قال كنت ألاعبه، كنت أشد عليهما هو وأخوه الحسين والرسول يبكي مني. قلت كل هذا تعرفه وتقتله؟ قال الري، الري، أأترك ملك الري والري منيتي؟ أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي والحوادث جمة. فيقول خليتها أنا. لهذا الأربعين يعني فيها معاني كثيرة، ويؤكد الحديث زيارة الأربعين. حتى بعض من جماعتنا علماءنا ذول شوية اللي ما يريد يخضع لعد هاي، قال الأربعين يعني الأربعين مؤمن. زين وين تشوفهم هذول الأربعين؟ طلع لي أربعين مؤمن، وين تلقاهم؟ وين تشوفهم الأربعين مؤمن بالله؟ وين ذاك الزمان اللي ما كان أحد، منين تشوف؟ وليش هالقد تتعب نفسك حتى بس تشيله من الحسين؟ وليش بس كن يا عمي أكو زيارة هسه، أنت إذا تريد تطلع للعراق هسه بالوضع هذا يقولون لك بويا ترى راح يأخذون ملابسك منك، ترى يأخذون أجلك الله حذائك منك، الشارع يقول لك حرام تسافر إلا إذا في شيء أكبر من الحذاء اللي بتروح هناك. اليوم إذا يؤخذ منك شيء بسيط
على ما يضرب مثل أحد علمائنا بالفقه، يقول هاي السجارة شنو؟ سجارة اللي تأخذها إذا تؤخذ منك غصبا يحرم السفر. زين، أنا أجي لعد الأربعين أشوف الإمام الصادق يقول من تعب في يوم الأربعين أو حزن يوم الأربعين أو خاف قلبه شوية، خاف صارت مشكلة وشوية ارتعب، هذني من كان أوذي في زيارة الحسين، حبس في زيارة جدي الحسين، فله في كل حبس أو غم أو ضربة فرح وسرور أعظم من كل سرور وفرح في يوم القيامة. من قتل أو مات في زيارة الحسين، من قتل أو مات في زيارة الحسين، أول قطرة تهراق منه أو تعبر مثل ما يقولون من العرق ماله حتى بعد ما تجي ما تصعد، هاي نبضة القلب وقفت، يقول آخر وحدة ماذا يعطى هذا الإنسان؟ تمسح عنه جميع الذنوب، وفي كل ضربة يعطى ما يخدمه من الحور وتكتب له 1000,000 حسنة، مليون، تمحى عنه 1000,000 سيئة، مليون، ترفع له 1000,000 درجة، مليون، يجلس مع النبي، يصافحه حملة العرش، يستجاب له من الله ما يريد، ولم يوقف في موقف من مواقف القيامة لأنه جليس الله، يقولون جاء جليس الله. وين هاي؟ هذا الإنسان مات، هذا الإنسان قطع له طرف من الأطراف، عطل له طرف من الأطراف في زيارة الحسين. رواياتنا عدها تفسيرها وعدها معانيها، بس أنت من تجي تحطها على ذول اللي يبذلون دماءهم ليل ونهار، شو تحط لها أنت بمكانهم؟ ليش ناخذ حقهم؟ ليش أنا أريد أتعنون عليهم؟ أنت شايف هذا شلون راح يموت؟ ومن قتل في زيارة الحسين فأول قطرة دم تسقط من في سبيل الحسين يغفر الله له جميع ذنوبه صغيرة وكبيرة، ويجعل طينته كطينة أهل البيت. واحد يقول لك شلون روح لعز سلمان، أبوياه وأمياه، ها؟ دولكم مجوس بعد، خدمت النار، عبدت النار، وصار سلمان من أهل البيت، ويشفع لألف من إخوته، ويصلي عليه الملائكة وجبرائيل، وكفنه وحنوطه من الجنة، ويوسع في قبره ويفتحون ويفتح له بابا من الجنة، وتهديه الملائكة من التحف والهدايا. شنو هاي المعاني اللي تجي لعد زيارة الحسين؟ لعد غير زيارة ما نشوفها، ليش؟ ما بها هذه الزيارة؟ لأنه تقول لك هي بداية تقسلك، بداية تحطم عنك الذنوب تحطيما، ما تخلي عليك شيء. ويأخذونه في حظيرة القدس لخدمة الأولياء والأوصياء الكبار، مو كل أحد، حتى ينفخ في الصور وهو على هذه الحال، وأول من يرى ويلاقيه في النفخة الأولى هو رسول الله. يعني أنا إذا أقول لك بأشياء، وأحبنا هذا الباب نفتحه، يعني نحكي به، لأنه الحمد لله عدنا هاي النفوس وعدنا هاي التربية وعدنا هذا اللبن والحليب اللي شربناه إن شاء الله. شوف هاي الزيارة شقد عندها قيمة. زين، إلا أروح هناك يقول لك وين ما كان 40 سولك 40 وأمش. زين، ثم يصافحه رسول الله، ثم أمر أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، ثم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام يصافحهم ويبشروه قائلين له تعال معنا هذا الحوض، فقل
ما دمت على هذا الطريق اللهم ارزقني الشهادة في سبيل الحسين، اللهم ارزقني الشهادة في سبيل الحسين، حتى لو لم تستشهد بالظاهر، حتى تكون أنت وين؟ تكون في هذا اللفظ وفيها. لهذا شهادة الحسين عليه السلام لا تقل عن من استشهد معه بهذه الأوصاف اللي تكون. تعال شوف الأيام هذه اللي اجتنا زين، وهذه الأمور اللي صارت عندنا اليوم. كثير من عندنا ممكن نشوف الزخم ونشوف، لكن يا عمي انت هسه روح متر كربلة وقيسها بالأمتار بالأقدام، شوف بالله كم متر هي، يصل العدد فيها 35 مليون، 30 مليون، 25 مليون، 20 مليون، يا عمي 15 مليون، ما عندهم حوائج؟ هذا الحج 3-4 ملايين تغص فيه، وكل سنة مسوي لهم مشكلة. هل ألف والألفين السنة سمعت حتى في مكانات قالوا نسوي مكة عندنا بعد ما نروح لعد الإجازة. تعال شوف هاي شنو من مكة. لهذا الإمام الصادق لما يسأل يقول له مولانا شو كل ما يدخل العدد أين يذهبون؟ قال إنها كرحم الأم، كلما كبر جنينها اتسعت. كربلاء الحسين هكذا، وإنها تجلب من كل حدب وصوب. ماكو واحد تقول له والله أنت شيعي أنت سني أنت مسيحي أنت يهودي. الكل العام واحد. أول عام أحد الإخوان يقول شفت واحد شايل علم، العلم ملفت، علم إسرائيل شايله ويمشي. يقول جيت له قلت له بوي هذول لا يكتلونه، ما يدري هذا شنو ما شنو، خلي يشيل علم فلسطين. قال لا أنا أشيل هذا العلم. ليش؟ قال أنا كنت جندي وجيت هنا مع القوات، فدخلت وين؟ على هذه المسيرة شفتها. عندي أختي مريضة، قلت له أنت الحسين؟ يقول له لك أنا ما أعرفك، لكن ذول يعتقدون بك وأنا على معه. إذا أختي صارت زينة سنة الأخرى أنا أجيك مشاي. يقول ذهبت بعد يومين وإذا بالذي فتح للباب أختي التي كانت مصابة بالشلل، فحضنتها وبكيت. قالت لي ما تعجبت؟ قلت لها لا لا، شو صار؟ قالت لي إجاني واحد يقول جئتك من قبل الحسين، فقومي إن أخاك دعاك دعا لك عند الحسين. ايش كثر عندنا من هاي القضايا. لهذا لا تلوموني. قلنا له بابا نخاف عليك تنقتل. قال هو اللي جابنا ما يخلينا انقتل. يقول راودنا احد الاساتذة الكبار ينقلها، شيخ لاحد ينقلها، مو احد عادي من العرفاء. يقول لما وصلنا قلنا له ابوي وصلت، يلا خلص نزل اصيبك مشكلة. فقصدي انه الحسين ما هو مال واحد أو اثنين أو واحد يقول لا، مو عندك بعض العلماء بعض الجماعة يقول أن الحسين عليه السلام ثورته توقظ من لا شعور لهم. ثورة الحسين توقظ شعور من لا شعور لهم. وين تحطها؟ تريد بالناس المي يعني بس كوني شوية يصغي. هذه الشيء اللي نشوفه في كربلاء المقدسة زين. الأربعين صار الأربعين، كثير إجا وقالوا أبوي إحنا قسنا وشفنا وما صار، وكثير من العلماء قالوا قسنا وشفنا وصار. لما قتل الحسين وصل الخبر ليزيد ماذا تريد بهم، ترى جبناهم بالكوفة، بالكوفة نحبسوا 3 أيام. وصل الخبر لعد يوم 15 تقريبا أو 14، قال سر بهم إلي، ساروا بهم زين، جهزوهم ساروا بهم وأبلغوا كل مكان أنه يجهزون، والجيش جرار معهم. شو تريد منهم؟ شو تريد تقول بهم؟ قال قتلا، لكنما القتل كل لا يبين لا يظهر، كون كل مكان. لهذا تشوف بالطريق هواي عدنا قتلة صار، وهواي عدنا شهيدات من آل محمد، هواي عدنا جماعة زين. إلى أن وصلوا إلى الشام، زينب هددت بالقتل 3-4 مرات 5 مرات، الإمام زين العابدين نفس الشيء، وهلم جرى والقيود. يقول الإمام زين العابدين في رواية من رواياتنا لقد كبلونا في ليلة 11 أو عند غروبها، كبلوني بالسلاسل وربقوا بنات رسول الله بالحبال. ومو تربيقة يعني والله، لا لا، تقول التربيقة اللي كانت ما كانت تخلينا نتحرك. بعض ما كان يقع زين
لهذا واحدة من بنات الحسين عليه السلام تقول السيدة زينب تقول سمعت صوتا حمتاه أدركيني بالله عليك لقد أخذتني النياق بأخفافها. تقول رميت بنفسي صحت أوقفوا ما وقفوا لما مشى. يقول تعرف إيش كثر بس الأسرة من بيت رسول الله 74 أو 75 أسير يقولون بس النساء 11 طفل معهم دول اللي ما نقتله وبهم يقولون فوق 100 وشي كان مع البقية. تقول لما نزلت القبرة هدأت القبرة وإذا بها واقعة جئت إليها حركتها فطلبت ماء فلم يأتوني بالماء حركتها وإذا بها ميتة. السيدة سكينة تنام في الوادي زين كأن رأس الحسين يقف. وهذه القضايا اللي سامعها هواي من المجالس ومن لكن في شيء عجيب قريب وهو أنه الأربعين الذي حدث وهو أنه جاء جابر معه مجموعة من بني هاشم حتى من النساء. في روايات عندنا تقول لقد اجتمعت من نسوة بني هاشم ونسوة المدينة ولأكو عوائل والتحقت بهم من نسوة الكوفة من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. ذولي كانوا ينصبون العزاء لهذا لما اجوا اهل البيت عليهم السلام شوف الامام ايش سوى مجلس فاتحه. انت مو عندك مجلس فاتحه اليوم اللي عنده مجلس فاتحه الله ان شاء الله يحفظ الجميع زين ويترحم على والده الحاج نبيل. فبعض يبني بيت يبني مضيف مو هيك يقول الامام زين العابدين من اجى ودخلوا على كربلاء زين الدخول على كربلاء يصفوه بعض يقولون وقفوا قريبا بعض يقولون لا لما شموا ريحة الحسين زين هبط الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين يجيبون لعد كربلاء شلون جابوا يقول بعض الرواة فرأيناه حسر عن رأسه كانت عمامة عليه شالها وين حطها ما حطها على إيده زين يقول فربق نفسه وربطها على عنقه تار بهذه اليد يقود نفسه وتار بهذه اليد يقول أبتاه بأي أرض بقيت شلوى من الذي قتلك من الذي حطم جسمك وجسدك من الذي أبتاه أما تنظر حسرتي أبتاه أما تنظر لوعتي أبتاه أما تنظر لوعة عماتي وأخواتي أبتاه انظر إلينا فإن الناظر لنا يكسر غلبه أما كسرت خواطركم على بناتكم وأخواتكم شلون ما انكسرت زين يقول إلى أن جاء ايش سوى وقع على قبر أبي. يقول في رواية أنه النساء ما كانت تتحرك لأنه إمام معصوم زين هذا كون يشوف بالله يشوفون شنب بالله يسمح لهم لا صاح زينب دعوه فإنه عصمة الله فإنه إمامنا وسيدنا فلنأخذ منه الإذن. يقول حتى أنه لكن لما شاف وإذن بالناس هرعت من البوادي من المكانات الموجودة شي صيحون حسين يا حسين حسين يا نور ديني يا أخي من ذا يلاحظنا من كان يكفلنا من ذا يدارينا حسين يا حسين خلفتنا
صاحبنا وبين ساحبنا ما بين سابينا. يا ليتني مت لم أنظر مصارعكم أبا عبد الله أخي، يا ليتني مت لم أنظر مصارعكم أو لم نر الطاف، ما عشنا ولا جينا، يسيرون ييسرون على الأقتاب عالية كأننا لم نشيد فيهم دينا. حسين يا صوتك يقول هاي تلقتهم. هذه أبيات السيدة زينب، شوف إيش قد مفجوعة. ها هذه السيدة زينب تجيبهم. يصفقون علينا كفهم فرحا أو أنهم في فجاج الأرض يسبون. أخي يا أخي كيف الرجوع لنا إلى المدينة يا خير ماضينا؟ علت الصيحة ضجت، علت الأصوات، أيوا سيدا أيوا حسينا. لما علت هذه الأصوات يقول تعالت، فرأى الإمام زين العابدين فأوقفهم، قال بنياتي عليكن بتلاوة القرآن. إيش سوى؟ فبنى خيمة سوداء كبيرة على قبر الحسين كقبة، وبنى قبابا أيوا سيدا على قبور الشهداء، جعل الحرايم والعيال والأسرى على طرف. شايف انت من يجيك وتوقف لعد الجماعة المعزين؟ ثم نادى بالمعزين إلي إلي، عزوني وعزوا عماتي، أو فلتعز نساؤكم عماتي. ضجت كربلاء بهذا الضجيج، وحسينا وزينبا وعباسا وزينبا وحسينا وحسينا وزينبا. ايش سووا بهذا اليوم؟ هم تعرف ايش سووا؟ يقولون 40 يوم. قلت شنت غايبة، شنت غايبة، والسالفيتك خويا وربعي اللي على فارقيتك، والله ظنيت خويا انا ظنيت سالم، يا ابو الغيرة ظنيت سالم واعتنيتك، وسط القبر خويا لقيتك. اي والله ظنيت سالم واعتنيت يا اخويا اخويا وسط القبر. اي والله وسط اللحد خويا لقيت. يقول لما جاءوا بالروس، هاي الرواية المشهورة، مو يقولوا لما رد الروس، لما جاءوا بالرؤوس اجتمعت الناس عليهم، صاحت أم كلثوم كل عزيزة من كنا تأخذ رأس عزيزها فوق يدها تنشرهن كأنما بالفضاء. قلنا لماذا؟ قالت لقد تعبنا من السؤال، ما الذي جرى عليكم؟ ارفعنا الرؤوس لكي يعلمون ما الذي جرى علينا. ثم لما رفعنا الرؤوس صاحت أم كلثوم هكذا كانت رؤوس
إخوتنا وأعزتنا على الذمة اعتبرا يا نياقنا الغزل أيوا حسينا أيوا سيدا حتى وصلوا إلى دفن الرؤوس يقول أرادوا أن يأتوا إلى قبر الحسين لينبشوا القبر ويضعوا الرأس على زينب لا تقربوا قبر ابن أمي ووالدي. اشتردين سيدتي قالت أخشى أن تصدعوا أخشى يا أن تؤذوه جاءت بنفسها الشريفة تأخذ التراب بيديها وترفع بقع على رأسها وكفيها وكتفيها صاحت سكينة عم لقد طممتي حالك بالتراب طممت حالك بيغ التراب يا عم وش هالرزية وغاث المصمم يا أي والله وش هالرزية وغاية يا مام يا ذا المصمم والله شوف دغرنا اش سوى وش صمم يا أي والله يا ريت دغري يا أم يا ريت دغري يم الحسين ياخذني ويم بول شافي صوتك أقل وعتبنا بالونين وصيح يم قطع الزندي اقعد اقعد والله اقعد يا من بيدك جبتني وعلى المحامل ركبتني والله وعلى المحامل رايم يا كبتني الارض المدينة قوم ردني يا إلى أرض المدينة قايم يا مريدن اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميدة نواظرنا بنظرة منا إليه عجل فرجه سهل مخرجه أوسع منهجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه المستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم روضة شهدائنا علمائنا من له حاجة قلدنا الدعاء شفاء المرضى فك الأسرى أموات الحضور تعجيل الظهور رفع الهم والغم عن بلادنا عن مقدساتنا خاصة في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان حفظ زوار الحسين مشاة الحسين إيابا وذهابا من وإلى حضرته الشريفة وأوطانهم اللهم تقبل منهم واجعلهم ممن يقوم وممن يشفع لنا بحق الحسين عليه السلام تقبل منا هذا القليل إن شاء الله بكرة الساعة نعم من جملة الأشياء اللي مستحبة في هذه الليلة وغدا الصدقة فلا تنسون الصدقة وهذا المركز مركزكم إن شاء الله ما تنسون هذا الباب فبكرة إن شاء الله المجلس مقتل الأربعين مسيرة الأربعين مقتل المسيرة إن شاء الله يبدأ بالعشرة فالحضور هنا حتى إن شاء الله نتكامل ونقرأ من البداية وإن شاء الله نصلي ونتغدى وإن شاء الله نأخذ الأجر الجزيل بالنبي وآله من قلدنا الدعاء شفاء مرضانا فك أسرانا بالنبي وآله رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد